انا عايز فلوسي دلوقتي حالا. وانا ما عنديش فلوس دلوقتي. يبقى نتقابل بقى في المحاكم. رشا، يعني عارف لما عملت علاقه مع دلال كنت مجوز؟ حبيت اجي زورك اطلب منك تسامحيني. ولا ممكن اقبل انه هيك شاب يكون جوزه لمايا. زعلانه منه كتير. بابا في شيء كتير مهم لازم تعرفه. شو حبيبتي؟ اشرف ابن دلال. روبي من السبت للاربعاء 8:30 المساء على LBC International. انت بتحددني عرض؟ انا مش ولد.